مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من خيمة استقبال التهنئة بمناسبة خروج الأسير المحرر عبد الله الرديدة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم بعد قضائه نحو 15 عاما في سجون الاحتلال. عبد الله، بعد الترحيب بك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لو تصف لنا لحظة الخروج من الأسر بعد 15 عاما. لحظة الخروج لا توصف، من معاناة 15 سنة، يعني في لحظة الإفراج يعني بتمحي كل الأسر كله، كل معاناة الأسر، من لما تشوف أهلك، لما تروح عند بلدك تلاقي أحبابك، كل هذا بروح، يعني هموم الدنيا كلها بتشيل عنك، من زنازين، من العزل، من قمع الشباص للأسرة، يعني هذا الإشي خلاص بصير من الماضي. كيف بدأ العناق الأول بينك وبين والدتك ووالدك؟ العناق الأول يعني أنا صار لي 5 سنين ما شايف الحجة، 5 سنين هذه لما أول مرة شفتها، يعني لحظة تاريخية زي ما بسموها. ما أول جملة قلتها لها؟ بحبك. وكنت كانت ممنوعة من زيارتك يعني خلال 5 سنوات؟ هي مش كانت ممنوعة، كنت أنا اللي منعها تيجي من إرهاق البوست أو إرهاق الزيارات، التعامل مع إدارة الشباص مع الأهل، يعني أنا قلت لها ما تجيش من مرة. عبد الله، كم كان عمرك حين اعتقلت؟ 21 ونص. الآن؟ 37. الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. وكيف بدت لياليك الأخيرة داخل سجن الاحتلال؟ كانت يعني من جوا في غصة وفي من خارجيا بين انهم فيش شيء بين، يعني مش راح اروح على الشرك وراي، هذه اللحظة اللي كنت يعني مخبيها على اخواني. شعور صعب ما بين أن تترك رفاقك، يعني إخوان الأسر المؤبدات مزبوط، وغير خال أبو علي وخال أبو داود وابن عم سليمان إسماعيل ردايدة، يعني هذولا يعني دشرتهم وراي، وإن شاء الله السنة الجاي وقريبا بينا إن شاء الله. بما حدثت نفسك في الليلة الأخيرة قبل خروج الأسر، هل هنالك طموح، مشاريع؟ والله هو من أول اللحظة في مشاريع، بس لما الواحد يروح يشوف التغير اللي صار برا، يعني أنت آت من عبق موجة الأسرى التي يخوضوا الأسرى الذين يخوضون في هذه اللحظات داخل سجون الاحتلال وفي المستشفيات إضرابا مفتوحا عن الطعام. كيف أنتم كأسرى تتفاعلون مع هذه التفاصيل؟ تفاعل يعني كيف بدي أقول لك إياها، يعني بدك تظلك 24 ساعة جلسات تشاور مع الناس، مع الإدارة، مع اللي تأخذ حاجتك منهم، بدك في أساليب كثيرة تتعامل معها مع الإدارة اللي تقدر أنت تأخذ إنجاز. وكيف طالكم تنكيل الاحتلال بكم كأسر جهاد إسلامي داخل سجون الاحتلال؟ شهدنا مؤخرا موجة واسعة من أسر الجهاد خاضوا إضرابا مفتوحا على الطعام لمجابهة الاحتلال. ردة الفعل كانت للشباب يعني وغير الشباب قوية جدا، الرد احنا ما نقدرش ناخذ يعني نتواجه معها، بدك تاخذ تمتص غضب الشباب اللي انت تقدر ما تواجهش، يعني كيف بدي اقول لك اياها، يعني صعب انك تواجه، فلحظة ردة فعل قوية صعب جدا المواجهة. ولكن على طول المدى ربما أخذتم خطوات، لو تصف لنا في القسم الذي أنت كنت تتواجد فيه منذ لحظة تلقيكم خبر تحرر الستة أسرى الذين خرجوا عنوة من سجن جلبوع، وصولا إلى التنكيل بكم ومرورا بخطواتكم التي حاولتم مجابهة بها تنكيل الاحتلال بحقكم. يعني لحظة هروب الشباب من سجن جلبوع كانت يعني فرحة لا توصل للشباب، حتى للمؤبدات، والكل كان يتمنى يكون معاهم، بس لما صارت ردة الفعل
أنا ردة الفعل كانت قوية، صارت بينها عدة تصعيد يعني خطوات، من فك التنظيم الجهاد الإسلامي، الهيئة القيادية والهيئة السجون، هيئة السجون بدك تواجه. قعدنا شهر ونص واحنا في المواجهة لما أخذنا الإنجاز، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد لله. الحمد لله. هروب الستة أسرى، يجلس بجوارك الشيخ راضي الصافي. الشيخ راضي، يعني بالانتقال إليك، كيف أنت يعني الآن نراك في استقبال المهنئين وتهنئ عبد الله الرديدة بخروجه بعد 15 عاما، ما الذي يخليجك شعور وأنت متواجد الآن؟ أنت كانت لديك تجربة في محاولة أو في الهروب من سجون الاحتلال. نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني احنا هذا قدرنا مع الاحتلال بنواجه الاعتقال و بالإرادة والهمة، وهدفنا الصعب، يعني نفسنا ونهنئ اخونا عبد الله ونهنئ الشباب باطلاق سراحهم، وان شاء الله ونامل بالفرج القريب ان شاء الله لكل الاسرى. طبعا لا الاسرى عين العدو وتخرج أمام السيرة هذه، وردت الروح والاعتبار للأسرة أنه في أمل يعيش على أمل الحرية دائما. الله سبحانه وتعالى بيعطيه انه لو كان محكوم مؤبد جو مكان ما بتوقع يعيش يوم زياده في السجن، كل يوم متوقع الحريه. فهذول الشباب هو كان يرى بنور الله يحفظ، وتشوف هذا الرجل هدوءه كان عاصفه، هدوءه وصمته كان اقوى من صوت المدافع. يعني طبعا كل الامر هذا هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بس انت ما عليك تنوي، الله سبحانه وتعالى بيكون معك وبكون حافظ لك. كيف خرجوا من نفس وجههم شافوا بلادهم، يعني هذول الناس ماديات عايشين بعزة وكرامة وأمل وأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم اللي أحيوا روح الانتماء لأرض فلسطين بهذه الإرادة وهذه العزيمة وهذه التضحية. هم يتلذذون بمعاناتهم، كنا نقول إحنا في سجن النقب هذه العذابات العذبة، هذا الألم الأمل. يعني دائما الإنسان عنده بالهمة والإرادة والعزيمة يقهر عدوه، السجان هو المسجون عندنا. يعني إحنا هم يعني شجرة اشتتت من فوق الأرض ما لها قرار، احنا قرارنا من الأرض إلى السماء، من النهر إلى البحر. فإحنا يعني مؤمنين مطمئنين الحمد لله. يعني الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة، وحتى محررا من سجون الاحتلال بعد 17 عاما امضيت في سجون الاحتلال، وكان لديك خلالها يعني فعل الهروب من السجن والتحرر لعده من الوقت. بالانتقال الى شقيق عبد الله التوأم للحديث معه على عن التفاصيل، كيف انت
يعني عفوا بس بالنسبه ل يعني أتكلم. الشباب هذول يعني الحمد لله سبحان الله يعني الله بكرمهم لما ينسجنوا هذا قدر لكنهم يصنعوا على عين الله يعني يخرجون يدخلون اشبال ويخرجون ابطال يعني كان السجن الله سبحانه وتعالى جعله لهؤلاء الشباب طبعا مرحلة للدراسة وللتعلم يعني الإنسان اللي بعد ما يطلع من السجن يرى العالم بنور هذه التجربة العظيمة اللي تحققت في نفسه لأنه دائما بيكون يرى السجين يعني بتكون أنت كيف عشت في السجن يعني الإنسان يقاس عمره باللحظات الألم الشديد والفرح الشديد هذا الألم الشديد دائما يعني يبزغ منه العلم والتجربة جزى الله الشدائد كل خير يعني عرفت بها عدوي من صديقي عرفت نفسي عرفت عدوي مدام أنا أرى بنور الله وبهذه التجربة دائما أتغلب على كل المشاكل في حياتي بل بالعكس أعالج كل المشاكل في حياتي والمشكلة في حياة الأسرة أنه لا يوجد عندهم مشكلة عندهم إرادة تتحدى كل الصعاب والصعاب عليهم بردا وسلامة فيعني الامر يعني سهل جدا يعني مهما كانت الصعاب كل ما زاد الصعاب نحن نزداد قوه باذن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله يعني دروس لا تنضب من حديثك شيخ راضي يعني الله يحفظك حياكم الله الحمد لله والرسول بيقول نصرت بالشباب هؤلاء الشباب ما شاء الله هذول هم مستقبل هم قادتنا هؤلاء الشباب ونحن جنود عندهم ان شاء الله بالطبع ان شاء الله بالانتقال الى شقيقه عبد الله التوام لو تحدثنا عن نفسك كيف تلقيت العناق الأول من شقيقك التوأم؟ الحمد لله رب العالمين محمد السير دايد شقيق الأسير عبد الله السير دايد أملنا خير إن شاء الله فطلعت الأسرة كليتهم وعناقي يعني شو 15 سنة أنا ما زرتش أول مرة بلقيه عند المعبر يعني شو بدي أحكي لك عن شعور الأسير ما شقيق أخوه ما يلاقيش أخوه بعد 15 سنة يلاقيه شو بدي احكي لك اكثر من هيك 21 عاما كنتما سويا 15 عاما لم تره سوى زيارات ما الشعور الذي يخالجك شو بدي احكي لك الشعور يعني في الشعور انا اللي حسيته ما شعور شو بدي احكي لك مش قادر احكي يعني مش قادر فعلا مش قادر احكي ولا ايش ما القصة التي افتقدتها مع عبد الله خلال 15 عاما؟ بقدرش احكي ولا ايش حبيبي صعب يعني نهنئك بخروجه وان شاء الله يعني تنعم سويا كل الاسرى ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله نجد تهنئنا لك بخروجك ونهنئ العائلة شقيقك محمد وجميع العائلة والدك ووالدتك وإن شاء الله العقبة لبقية الأسرى في سجن الاحتلال مشاهدينا الكرام شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء